بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث تم الانتهاء من عملية التطوير لشارع الشريفين بالقاهرة الخديوية وتخصيصه كمنطقة للفنون والاحتفال به بمشاركة 50 شابا من الفنانين التشكيليين والموسيقيين. وسط القاهرة ما كانتش كده من 4-5 سنين، هي اتطورت بشكل كبير بالإضافة للميادين وكباري وكورنيش النيل. احنا طورنا كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء حاليا شغالين فيه. في جهات عديدة بتهتم بالحرف التراثية في القاهرة، منها زي ما قلت قبل كده جهاز التنسيق الحضاري، منها وزارة الآثار، منها وزارة الصناعة، وكل جهة من دول عندها ما يدعم الحرف الحياة التراثية المصرية. بنمتد إلى منطقة البورصة ودي من المناطق المهمة جدا، شارع الشريفين، في البورصة، في الإذاعة القديمة، في مجموعة من المباني التراثية اللي مسجلة على قوائم المباني ذات الطابع المعماري المتميز. ده بقى شارع الفن، بقى فرصة إن كل الفنانين وكل الشباب المبدعين يجوا النهاردة يقدموا فنونهم ويقدموا عروضهم في الشارع. فقرات فنية تتوسط 9 عقارات بالشريفين تم إعادة ترميمهم بذات طرازهم المعماري المميز بعد رفع كفاءة المنطقة لإعادة استغلالها ثقافيا وسياحيا. عايزين نبدأ مثلا بأنه مرة في الأسبوع، قد يكون يوم الجمعة، أن الشارع ده يبقى شارع مفتوح للفنان. كفنان أو كعازف، أن ما يبقى أنا متواجد في مكان مكرس مخصص للفن، فدي حاجة حلوة جدا. أما يجي الجماعة السواح دي تيجي تشوف الشغلانة دي اللي احنا كنا بنعملها له الأول، نرجع لأيام زمان بقى ونشتغل تاني. شارع الشريفين هو مرحلة أولى لتطوير مثلث البورصة ليتحول إلى نقطة مضيئة في منطقة طالما تميزت برقيها المعماري، لتكون ساحة مجانية تعرض فنون وثقافات مختلفة في إطار خطوات جادة لإعادة تأهيل المناطق التراثية بالقاهرة الخديوية. محمد سلامة، هنا العاصمة.